اهلا وسهلا. خير يا داليا، صباح الخير. صباح النور، ازيك؟ تفضلي. اهلا وسهلا دكتوره، يسعد صباحك. اهلا، صباح النور. كنا عم نحكي انا وزملائي عن علاجات الاسنان بمختلف انواعها، بس حابه اسالك قد ايه مهم الشخص يعالج الاعصاب ويكون متاكد من ناحيه انه الاعصاب سليمه تماما قبل ما يتخذ اي اجراء تجميلي باسنانه. هلا لازم احنا دائما بنصح مرضانا انه يعملوا تشيك اب كل 6 شهور عشان يعملوا وقايه، انه يكون مثلا لو في بدايه تسوس نروح نحافظ عليه او نعالجه على السريع قبل ما يوصل للعصب، انه مجرد ما يوصل للعصب بتصير مشكله اكبر بالنسبه للمريض وممكن يعاني من وراها. طب هلا بقولوا احيانا انه هم يمكن بيلجأوا لازاله العصب، هل هو هذا حل جذري لالم السن؟ نعم، عاده بيكون هذا حل جذري. انه كيف بدي احكي لك، هي بتيجي كمراحل، فلما توصل العصب بتكون وصلت لمرحله انه خلص فاطمه راح السن، فلما يصير هاي المرحله لازم نعمل علاج العصب. هلا لو اهمل فيها ممكن تؤدي لاشياء اكبر من هيك، اللي هي مثلا خلع، فقدان سن، ممكن تؤدي انه يروح يعمل زراعه لبعدين، انه خلص بروح السن ما بنقدر نعالجه، وهذا الشيء كثير خاطئ. صحيح داليا، في البدايه صباح الورد وجمالك وانقتك النهارده وشياكتك حلوه والله دكتوره سنان، جميله مريحه، انا رايحالها انبسط جدا. حبيبه قلبي، بس في البدايه عايزه ابدا معاكي من الاطفال، يعني بما ان الامهات بتتفرج علينا دلوقتي تستفيد من الموضوع، ازاي انا ابدا اركز مع طفلي، اشوف مثلا اساله اسئله حتى لو انا مش طبيبه عامه افهم منه ايه اللي وجعه، يعني حتى ما اروح للدكتور الطفل ما بيقدرش يشرح زي الام. فقولي لي ازاي تتعامل الام مع الطفل بالذات في موضوع اسنانه. هلا طبعا الامهات ما بيقصروا، دائما بيركزوا على هاي المرحله انه نظافه الفم اهم من كل شيء. هلا الام دائما تتابع مع ابنها، دائما تحكي له حبيبي كيف اسنانك، انت بتفرش منيح؟ تتابع معه انه بفرش منيح دائما، متشيك هي انه مثلا حبيبي في عندك اي وجع؟ اشوف اسنانك، هي تشوفهم، انه مجرد ما تشوفهم بالعين المجرده وتشوف نقطه صغيره من التسوس خلص تعرف انه لازم يروح الدكتور على طول، لازم تروح على دكتور الاسنان. ممتاز. يعني داليا بتوقع انه بما انه منا كمان حكت عن الاطفال، قديش فعلا مهم الموضوع انه نعلمهم ثقافة انه يهتموا بنظافة اسنانهم ويعتنوا فيها، بس انا خليني ادخل معك في صلب الموضوع وفي عصب الموضوع وفي عصب السن، لانه وجعه فظيع جدا ومؤلم جد، يعني انا مش بكاني خلاني الطم انا، وكان يوم جمعه، كان يوم جمعه وما في ولا عياده، يعني بدي حدا حس انك عايز تشيله كده باي حاجه. هو وجع الاسنان بشكل عام رهيب. نوار فكرت انه في اذا في غاز هيك بنيم هيك غيب عن الوعي. قديش هو ممكن توصفي لنا هالألم وقديش ممكن يتفاقم الموضوع إذا تأخر علاج العصب؟ صحيح. لا، الألم حسب الشخص صراحة، يعني ممكن أنا مثلا أحتمل قوة الألم أكثر من شخص ثاني، بس ألم العصب بشكل عام كتير شديد. صحيح. يعني تخيل إنه وجع الخلع مش نفس وجع العصب أبدا، يعني وجع إنك تخلع سنك بروح، بس وجع العصب لو ما تعالج بسرعة رح يضل يوجع 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 ليل نهار، يعمل خراج، يعمل نفخة، يعمل التهاب. ف يعني وجعه لا يوصف صراحة، يعني ما بقدر اوصف لك الوجع، وانه لازم احنا بسرعة نتخذ الموقف قبل ما يأثر على الأسنان اللي حواليه، انه وجع العصب مش بس بالمنطقة نفسها، لا ممكن ينتشر. وهذا الاشي اللي كتير ناس ما بتعرف فيه، انه وجع العصب ما بتوقف بس على السن واحد، لا ممكن ينتشر ويتوزع. طيب يا حبيبي دكتورة، بدي اسألك بما انه الوجع مخيف لهي الدرجة، خبرينا اكتر شو هي المؤثرات اللي بتساعد او اللي بتسرع التهاب العصب. هلا الاهمال في نظافة الفم مش بس انك تستعمل معجون اسنان وفرشاي، لا لازم برضه تستعمل مضمضة بانتظام، لازم تستعمل الخيط تنظف ما بين الاسنان، انه مجرد ما تتركهم خلاص حتأدي الى تسوس. هلا التسوس مجرد ما اجى راح ينزل، يصير ياكل بالمينا وياكل بالسن لحد ما ينزل يوصل للعصب، حيعمل التهاب للعصب، هذا الالتهاب ممكن يؤدي الى وجود تقرحات، خراج، يؤدي الى التهاب، في حتى الناس تنفخ عندهم، يعني ينفخ وشهم على طول من هذا الشيء. صحيح. ممكن برضه لا سمح الله يصير معك حادث، ينخبط سنك، يؤدي انه ينكسر السن، السن اذا انكسر وصل للب خلاص لازم تعالج العصب، ما في اي حل ثاني. طيب إذا تعرضت الأعصاب للهواء يعني؟ لا، إذا انكسر السن يعني خلص انكشف العصب خلص ما بصير إنه إحنا مثلاً نحط عليه حشو ونسكره، لا
لازم تعالج العصب بالقبل، انه ما بتقدر تحطي شغله فوق العصب دايركت، انه ممكن يؤدي الى نفخه الى التهاب. يعني كمان انه تتركي مش متعالج. طيب داليا، هلا احنا يمكن عم نشهد عصر الفينير وعصر اللومينير وكل هاي الاشياء، هل هاي الاشياء ساعدت على خلينا نقول تفاقم مشاكل العصب؟ لانه يمكن نعرف انه اغلب الناس اللي مثلا بتعمل فينير ما بتقدر توصل خلينا نقول بين الاسنان بشكل سهل لتقدر تنظف وتشيل التسوس، هذا ممكن ياثر بصوره كبيره على العصب. هل بتلاحظوا هذا الشيء بالعياده؟ هلا شوفي، احنا هلا بالعياده قبل ما نعمل اي بني ادم فينير لازم ناخذ له اشعه 2D اللي هي بتبين كل الاسنان. ليش؟ عشان برضو نشوف اذا في تسوس مثلا، نشوف اذا هو حيكون قريب على العصب. لو مثلا احنا ننظف التسوس رح يوصل للعصب، رح يؤدي انه يكون في مشاكل بعدين للعصب. انه بتعرفي التسوس لو ما تنظف 100% بيرجع وبن يعني على طول بياكل السن، بينزل ينزل ينزل لحد ما يوصل للعصب. فعادة احنا لما يجي مثلا حدا بده يعمل تلبيسة او حدا بده يعمل فينيرز او حدا بده يعمل كراونز، اي شيء بيطلب تجميل، على طول بناخذ الأشعة بنتأكد انه خلص. مجرد ما نعالج التسوس حيكون كتير بعيد عن السن، يعني عن العصب قصدي. مجرد ما كان بعيد عن العصب اوكي، هيك احنا بالسيف سايد ممكن نعمل له فينيرز كراونز كل شيء بده اياه، واحنا متاكدين انه بعيد مطمئن. بس انه احيانا كمان بيضطر انه الدكتور يقص. اوكي، في حالات عندنا كثير مستعصيه بتيجي انه خلص احنا لازم نقص اكثر من اللازم علشان نوصل السن للطريقه اللي احنا بدنا اياها، انه يكون على الصفه الممتازه. فبنضطر انه لما احنا نقص نفتح العصب، وهذا الإشي هون احنا لازم ناخذ نعمل سحب عصب. كمان داليا، احيانا بيقولوا انه في العصب بيتجدد، يعني بعد ما بنظف مكان العصب ده وبشيل مكان الالم وحابب ان انا اعمل زراعه او شيء، بيفاجئ الطبيب بتجدد العصب او الم للمريض، بيكون تفسير الالم ده. هلا شوفي، لو احنا في دكاتره او بالاحرى في ناس لما تيجي تنظف العصب ممكن ما تكون نظفته بشكل ممتاز، عرفتي كيف؟ هو سحب العصب كتير كومبليكيتد صراحة، لو ما تنظف صح ممكن يعمل مشاكل تانية مرة تانية، ويؤدي انه الواحد يرجع يشيل العصب، يعني يشيل الحشوة الجذر ويرجع مرة تانية يعمل سحب عصب. وليش؟ انه بيكون مثلا هو بنظف ما بيكون نظف البكتيريا، يعني ما بيكون نظف البكتيريا والالتهاب بشكل صحيح. حتى بنشوفهم بيستخدموا حاجة كده رفيعة قوي كده، بيبقى مشهد لوحده غير الإحساس، مشهد مؤلم يعني. صوب المبارد هاي مشكلة أصلاً، يعني حتى لو انكسرت جوا خلاص، يعني بيصير في مصيبة. يعني خلاص بعد فترة على طول احنا بنحكي المريض صار 1-2-3 انكسر العصب، انكسر الفايل جوا، ممكن بعد سنة سنتين يرجع الالتهاب. إذا ما عرفنا نعالجه احتمال يروح سنة الخلع خلاص. اي بس ما بيموتش المريض يعني. لا بيموت ثلاثة. اذا رجع الوجع بضل جوا 2-3. يا ساتر تستر. انا من كثر الصدمه مش عارفه اسال هيك. لا شوفي، طيب استني، في شغله كمان ما فهمتها بسحب العصب. انا لما رحت على الدكتور شفت الادوات هاي كلها والمسامير هاي العد المخيف. وفي لا ما فاد معي، تعرف شو جاي؟ هو مسك بايده، بعدين اخر شيء انا خفت فجاب لي نفس المسدس هيك وركبها فقلت يلا المهم طخني بس اموت ويغمى علي من الالم، ما بدي الالم هذا، اعمل اللي بدك اياه. بس ليش انتم سميتوه سحب عصب؟ سحب العصب هل هو انه بيموت السن، او هل انه تنظيف العصب وبيضل السن حي بيوصله دم وبيوصله طاقه مثلا؟ وخبريني كمان عن الادوات التنظيف هي الجديده اللي بالهواء والمية اللي بنشوفها بالمواقع الالكترونيه، هل هي بتفيد ولا لا؟ هلا شوف، سحب العصب احنا ليش مسمينه سحب عصب؟ انه العصب السن عادي السن والعصب وكل حاجة، الموضوع مؤلم فإحنا حاسين بيكي قد إيه الألم شديد. أنا مش عارفة إيش كيف بدي أوصف لكم صراحة، أنا مريت أصلا هاي التجربة إنه أسحب عصب لسني. أنت تسحبي لسنك؟ لا، رحت للدكتور تاني. أكيد. أنا داليا بدي أسألك، يمكن هلأ في كتير ناس بيحبوا إنهم هم يحصلوا على أفضل خدمة أو يروحوا عند أفضل دكتور، كيف أنا ممكن أعرف إنه هذا الدكتور أفضل من دكتور آخر بسحب العصب؟ هلأ أكيد الدكاترة بيتنوعوا على الساحة، وفي واحد شاطر مثلا بالتجميل إيده حرفية أكثر، واحد شاطر إيده خفيفة مثلا ما بيحسسك بألم، شو هي الأشياء اللي ممكن أنا كمريض أقدر أقيمها وأقدر أختار الطبيب الصحيح لأسناني؟ هلا طبعا في ماسترز عم بياخدوا دكاترة ماسترز، اللي عم بيحبوا التخصص صار ياخدوه
كتخصص على طول. في ناس متخصصة بهذا الإشي، متخصصة بسحب العصب. كمان هلأ صاير كل إشي على السوشيال ميديا، ففيك تعرفي الدكتور اللي بحب العصب أو بيعمل سحبات العصب من انتشار الصور، بيكون مثلاً حاطط صور قبل وبعد، بيكون مثلاً كاتب مشورات عن العصب، فأنت بتعرفي إنه هذا الدكتور أكيد إله تفرع، إله خبير، خبير بهذا الموضوع، خبير بالمجال طبعاً. طيب دكتورة عندي سؤال، هلأ بعد كل هالتطورات وما خلوا شيء ما اخترعوا، ما في تطورات بهذا المجال عند طبيب الأسنان مثلاً أدوات سهل تساعد المريض بالضبط، تسهل وتساعد المريض انه ما يشعر بهذا الالم الرهيب سواء اثناء عمليه سحب العصب او حتى بعد؟ هلا تطور طب الاسنان، صار في هلا انك تخدر السن دايركت، يعني في تقنيه جديده صارت انك بس تخدر هاي المنطقه، تخدر بس السن، بدل ما مثلا لما يكون عندنا سن سفلي نخدر هاي المنطقه كامله، هلا لا صارت نخدر السن نفسه. هلا صار في كمان انك تستخدم تقنيه الليزر، لما نيجي نفتح السن بدل ما نستخدم الدريل المزعج، وهذا في كثير ناس اصلا عندها فوبيا من الصوت الدريل، اسم غريب دريل بدك تعلقي برواز بالحيطه هو نفس الدريل اللي بحطوه بالكمبيوتر. بتعرف انه كفاكت انه الدريل هذا بيكون اسرع من محرك طياره؟ يا ساتر يا لهوي، عشان هيك لو حركه بسيطه من لسانك غلط ممكن ينقطع لسانك. الله يبشرك بالخير دكتوره داليا، انت بشرتينا بالخير، الله يبشرك بالخير دائما ودوما. لكن خلينا نبعد عن الدريل وورشه الميكانيك ونرجع لشو، نرجع لادوات التنظيف. انا سالتك قبل شوي سؤال الجهاز اللي فيه ميه وفيه هواء، اللي بالمي والهواء، اوكي، هل هو بينظف فعليا ما بين الاسنان ويغني عن الخيط، ام هل هو يعني زياده ترند؟ هو شوف زياده، هو المي والهواء اللي انت عم تحكي عنها عباره عن زي بخاخه بتحطها بين الاسنان بالزبط. بس في احيانا بتكون يعني زي بقايا اكل او اشياء اكبر ما بتقدر تشيلها بس بالمي، وهي فلازم تستعمل الخيط، يعني الخيط ما بتقدر تستغني عنه. شكلك امجد جايب الجهاز وندمان صح؟ لا بالعكس انا مستفيد عليه والله، وجد مستفيد عليه كثير والله. انا هو حلو للناس اللي يعني بتحب تحافظ على اسنانها، يعني شوي تقلل من روحتها الدكتور، بس هذا ما بيغنيك انك ما تروح دكتور الاسنان، لازم كل 6 شهور. صحيح، كل 6 شهور بنروح نعمل تنظيف. بالحديث على التجميل، شفنا مؤخرا هوس التجميل وهوس التركيبات والكلام ده كله، اكيد انت كمان ملاحظه هذا الشيء، بس للاسف الشديد بيقع بعض الناس وللاسف الاشد بعض الاطباء في ان هم بيركبوا التجميل دون تنظيف. تاثيره السلبي ايه على صحه اسناني انا كمريض؟ هلا لازم التنظيف، لازم، هذا شيء اجباري. الدكاتره اللي ما بتنظف منيح او بتترك تسوس تحت البنيرز او بالاحرى تحت التلبيسات، هاي خلص رح تؤدي انه فيلير، يصير فيلير على طول. ممكن انه بعد فتره يرجع المريض يحكي انه انا عم بشتكي من وجع، بس انت بالزبط. يعني كيف انت تترك لي شغله، او ليش انا بشتكي من وجع؟ المفروض انه خلص سني متلبس ما يكون عليه اي مشاكل. صحيح، وهذا المشكله الاكبر اللي بتجينا حاليا بنواجهها احنا، انه بيجينا واحد تحت التلبيسه حتى احيانا بالعصب بيكون مش مشيول كثير منيح، بيرجع الالتهاب اكبر، مؤدي انه لازم نفتح التلبيسه او نشيل التلبيسه ونرجع نعمل سحب عصب من اول وجديد، ونستنى حتى المريض يكون خلص انشفى من الالتهاب. احيانا الالتهاب ما بيروح، نضطر انه نعمل جراحه لحد ما نشيل جزء من اخر جزء للعصب، فهذا كثير شيء حساس كثير. انا بقدر اقول عنه الله يعطيك الصحه والقوه لحتى تقدري تعملي هذا الشيء، وانت شرفتينا ونورتينا وانبسطنا معك بهذا الحديث، سبيشلي انه هيك ضحكنا وفرفشنا، حاولنا نخفف من الم الاعصاب للناس اللي عم تسمعنا، الا انه ان شاء الله ما رح يصلكم شيء على ايدين داليا. داليا شرفتينا ونورتينا، رح نطلع بريك ومن بعدها راجعين. تسلم حبيبتي، تسلم.